الدنيا تعج بالأحداث، والمسلم هو واحد وجزء لا يتجزأ من هذه الدنيا، هو مركب من المركبات التي تشكل المجتمع الإنساني اليوم. ولا يمكن للمسلم في هذا الوسط الاجتماعي الإنساني وفي هذا الزخم الذي تعرفه الدنيا اليوم أن يعيش وأن لا يكون له شعور، أو لا تكون له كلمة، أو يعيش في هذا المجتمع باللا مبالاة. باللا مبالاة، هو يعيش في المجتمع ولكن يراد له كمسلم ألا يبالي بما يحدث في العالم الإسلامي، كمسلم ألا يبالي بما يعانيه أخوه المسلم. يراد للمسلم في زماننا أن يعيش وهو منفصل عن هويته الإسلامية وعن إخوانه المسلمين، وهذا لا يمكن. تجد إنسان يعشق فريق رياضي فيستيقظ به وينام عليه ويتكلم طوال يومه عن فريقه الذي يحبه، تجد إنسان يعشق امرأة لا يتحدث إلا عنها كأنها إله يعبده، وتجد آخر يحب المال، صباحه مساؤه حديث عن المال وكيف يتكسب المال وكيف يتجمع المال وكيف يتكثير من المال. فإن أصابه شيء في ماله أو مصيبة في تجارته نكس رأسه وأصبح قاطب الحاجبين، عبوس، كأن الدنيا حوله انتهت. ويراد من المسلم أن يرى ما يجرى لإخوانه المسلمين في الدنيا ولا يتحرك له ساكن. هل هذا معقول؟ هل هذا معقول؟ كيف يمكنني أن أسمي نفسي مسلما ولا يتحرك لي ساكن إن رأيت أخي المسلم يظلم؟ وأي إسلام هذا؟ يغار الإسلام، يغارون على الحيوان، جمعية حقوق الحيوان، يوصل عيد كبير كتنوض الجمعيات ديال حقوق الحيوان وترفع أصواتها منع المسلمين من الذبح ديال الكبش، حقوق الحيوان. الحيوان له حق والمسلم ليس له حق؟ أليس لي حق؟ أم في حسابكم أيها الغربيون، أيها المتفوقون، أيها المهيمنون، أيها المسيطرون، المسلم ليس إنسانا؟ سؤال من بين عديد من الأسئلة تطرح. عجب، إذا سال دم من الدماء في المجتمع الغربي، الدنيا تقوم وتقعد كذلك، ودماء المسلمين تهدر. الرولينجا، سوريا، العراق، فلسطين، اليمن، مصر، ليبيا، دماء المسلمين، حروب أهلية، حروب طائفية. روسيا تعرض عضلاتها في سوريا وترمي الشعب السوري بأعتى الأسلحة، تجرب. صارت أرض سوريا أرض وحقل التجربة، اللي عنده شي سلاح بغي يجربه واللي عنده شي أفكار بغي يجربها يمشي لسوريا والعراق. لا يجربون فينا السلاح فقط، بل يجربون في الشعوب المسلمة حتى النظريات والأفكار. لما ظهرت فكرة الأخلاق أو ما يسمونها الفوضى البناءة أو الفوضى الخلاقة جربت في سوريا في العراق. ما معنى الفوضى الخلاقة؟ الفوضى التي تخلق لنا ما نريد وتؤسس لنا كما نريد وتمزق العراق كما نريد، وسموها الفوضى الخلاقة أو الفوضى البناءة.
هذا هو واقع المسلمين اليوم، أننا نعيش زمان اللامبالاة، لا يبالي المسلم بالمسلم، لا يجد المسلم في نفسه حرج أن يرى أخاه المسلم يعذب، يشرد، يضطهد، يقتل. كل أصناف الإهانة تطبق على المسلمين اليوم، ولكن المسلم الآخر الذي يعيش في عيش رغيد سعيد وكأنه ليس معنيا بالأمر. رايتنا، وطننا، حدودنا، قبيلتنا، أمتنا، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وغيرها إنما سيشتتنا. غير هذه الكلمة، غير هذه الكلمة، هذه الكلمة هي التي ستجمع الأبيض والأسود والعربي والعجمي والأمازيغي وكل أنواع الناس، ستجمع كلمة لا إله إلا الله، كل أنواع. وغير هذه الكلمة، خذوا ما شئتم من شعارات، إنما نتاجها ومآلها في آخر المطاف أن تمزق أمتنا. أقسم لكم بالله، يريدون للمسجد أن تكون له راية، انتمي لدولة من الدول، لأن هذا ما يريدون. حتى الدين ندخلوا فيه الوطنيات والرايات والقوميات. لماذا؟ وهذا السؤال، لماذا يريدون ذلك؟ حتى يسهل عليهم تمزيقنا، لا أقول ضبطنا. الحمد لله المسلم من ضبط، ما كيحتاجش واحد اللي يوريه القانون، احنا مضبوطين بالقانون الحمد لله، الدين ديالنا كيعلمنا القانون ونحترموا القانون، ولكن يريدون السيطرة والهيمنة علينا حتى لا نستيقظ من سباتنا، لأن المسلم هو عبارة عن عملاق كبير نائم، فإذا استيقظ يا ويل من حوله، لأن سيعيد العزة للإنسانية. فلا يراد للمسلم العملاق أن يستيقظ، وحتى لا يستيقظ نقطع أطرافه أشلاء، نحيدوا اليد من جهة والرجل من جهة والرأس من جهة، نمزقوه عبر الرايات والقوميات والوطنيات والحدود والقبليات. أين موجد المسلم يستطيع أي إنسان يكرهه لا يحبه أن يتجرأ عليه فيهدر دمه أو يقتله أو يسبه أو حتى يقنن له القوانين ما يشاء، يقنن من القوانين ما يشاء، وما كاينش اللي يمنع، كاينش، لا أحد يمنع ما دام الأمر متعلق بالمسلمين. قنن سيدي كما تشاء. كل المؤسسات، وهذه إحصائيات علمية، كل المؤسسات القائمة على جمعيات حقوق الإنسان مؤسسات صهيونية في جملتها. نعم، هذه جمعيات تسعى لإفساد المجتمعات، وليس لتقويتها، وليس لمحافظة على وحدتها، إنما لتشتيتها وتمزيقها. لا نتحاوروا مع مسلم، ولكن ذاك المسلم اللي حيد الكيان ديالو والوجدان ديالو والهوية ديالو تنازل عليها، هذا نحاوروه كالشلقومي وأمثاله، نحاوروهم. أما إذا كان المسلم عنده كيان وعنده هوية كيفتخر بها وكيعتز بها ولن يتنازل عنها، لا هذا ما نحاوروهش. علاه؟ لأنهم لا يريدون حوار المسلم الحقيقي، يحاوروا المسلم المنافق، يحاوروا المسلم المتلاعب بدينه. نريد أن يكون لنا أولاد منا، من أولادنا، من يقتحم المجال السياسي في الغرب، ونريد ذلك، ونحلم بأن نرى من أولادنا الوزراء والشرفاء، ولما لا الرؤساء اللي يحكموا فرنسا في يوم من الأيام، ويحكموا بلجيكا، ويحكموا ألمانيا، ويحكموا بريطانيا، علاش لا؟ ممكن، ولكن ما يخلطوش، لأنك إلا دخلتها بالإسلام والله ما توصل. لا، دخلها بالقواعد ديالهم ماشي بالقواعد ديالك، القواعد ديالك راك ما توصلش، لأن هذه هي السياسة قائمة في هذه البلدان على هذا الأساس. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واعلي بفضلك راية الحق والدين، وانصر اللهم عبادك المجاهدين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين خيرا فوفقه وأعينه، ومن أراد الإسلام والمسلمين سوءا فاجعل دائرة السوء عليه.